أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. أما بعد، ناظرين کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب جمعہ ہے اور بہت ہی عظیم رات ہے. ہفتے میں جتنی بھی راتیں ہیں ان میں سب سے افضل، اور ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. خدا نے متعال کی خاص رحمت اور برکتیں شب جمعہ میں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں. خدا نے متعال شب جمعہ کو منتظر ہوتا ہے کہ اس کے بندے آئیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس سے اپنی حاجت طلب کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں. لہٰذا یہ رات مغفرت کی رات ہے اور بخشش کی رات ہے، خدا متعال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی رات ہے، اور خاص طور پر اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، اسپیشلی اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کی مغفرت کے لیے. جیسا کہ روایت میں ہے کہ شب جمعہ کو والدین کی عزیزوں کی روحیں انسان کے گھر میں آتی ہیں اور ان سے تقاضا کرتی ہیں، ان سے امید لگا کے بیٹھتی ہیں کہ کچھ ان کے لیے فراہم کیا جائے، ان کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی دعا، کوئی مغفرت، کوئی ان کے لیے صدقہ ان کی راہ میں دیا جائے تاکہ ان کو اس کا فائدہ پہنچے. کیونکہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ اس کے پیچھے جو اولاد ہے، جو ان کے عزیز ہیں، وہ کچھ ان کے لیے بھیجے تاکہ ان کو وہاں پہ کوئی فائدہ مل سکے. لہٰذا شب جمعہ بہت اہم رات ہے اپنے لیے بھی اور مرحومین کے لیے بھی. تو آئیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور خدا متعال کی بارگاہ میں ائمہ کے کلام کے ذریعے سے، ان کے الفاظ کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں اپنے حاجات کو پیش کریں اور خدا متعال سے اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کریں. مل کے دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ شریک ہوں. میں دعائے کمیل شیئر کرتا ہوں. اگر میں معذرت چاہتا ہوں، اس کو میں سیٹنگ دعا کی میں آپ اسکرین پہ لانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آ جائے اسکرین پر، آپ بھی دیکھ پڑھ سکیں. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتد فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء قلته،
وَكَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَيْتَهُ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ اللَّهُمَّ عَظُمَ بَلَائِي وَأَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِطَالِي يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَلَّا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَفْزَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم احترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى وصعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض اوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا معترفا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي ومولاي يا إلهي وسيدي وربي يا تراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك أيها أنت أكرم من أن تزيع من ربيته أو تباعد من أدنيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته
ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولای اتسلط النار علی وجوه خرجت لعظمتک ساجد وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادق وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها ما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضجو وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك ففرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك استجب لي فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن اليك بين اهل اضجي جلاملي ولا صرخن اليك صراخ المستصرخين ولا ابكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أتباقها بجرمي وجريدتي وهو يضج إليك وجيج مؤمل لرحمتك
وينادئك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فولك في عتقه منها فتتركه فيها هيها؟ وما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فولك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين اقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين وقضيت به من إخلاد معانديك. أجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا، وتدولت بالإنعام متكرما، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقوية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك
انت جعل اوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا واعمالي عندك مقبولا حتى تكون اعمالي واعرادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من اليه شكوت احوالي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم من أرادني بسوء فارد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستعشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد افعل بي ما انت اهله وصلى الله على رسوله والائمه الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا نے متعال ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم بحق زہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا
السر المستودع فيها. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم گناہگار تیری بارگاہ میں شب جمعہ کو آئے ہیں. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارا خاتمہ خیر پر فرما. پروردگار ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد خداوند بحق محمد و آل محمد جتنے مومنات مریض ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. جو کرونا کی بیماری مبتلا ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جن کو اس بیماری سے وبا سے محفوظ رکھا ہے ابھی تک ان کو اپنی حفظ امان میں قرار دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومن امنات پریشان حال ہیں پریشان دور فرما, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جتنے مومن امنات بے روزگار ہیں رزق حلال عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار اس دنیا سے کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما. پروردگار تمام انسانوں کو اس قرآن زمین پر آرام و سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرما, ان کو امنیت ان کو سکون آسائش فراہم فرما. بالخصوص مومن امنات شیعہ نے حیدر کرا جہاں جا رہے ہیں ان کو آرام و سکون عطا فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو دین کے خدمت گزار ہیں ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اپنی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کو ہم سب سے راضی خوشنود فرما, علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے ہم سب کو اپنی عبادت میں لذت عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص جو نیو پورٹ سے مومنین فوت ہوئے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار جتنے مومنات میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما اور ان کو خوشیاں عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.